نفذ اساتذه تعليم ثانوي اليوم على عمود تراب الوطني وقفه استمرت ساعتين في مناطق الدوام كانت من الساعه الثانيه سمعنا الاجابات التي قدمها الاستاذ ومبررات القيام بالاطراف وهي مبررات فيما نعتقد انها ست موضوعيه ليست هناك ظروف يمكن للاستاذ ان يقوم بعمله بها والسكوت على هذه الوضعيه هو مؤامره ومشاركه هي مؤامره ومشاركه في نزل بها مصلحه البلد موعدنا اليوم 22 الاسبوع القادم ان شاء الله تاكيدا على مقال مواصله النظام ما اظن في البروفيسور كاركتر على كريستيان كوكوا بمشكله كبيره لجاري والذي سيستمر أسابيع وذلك ما لم تستجب الوزارة المطلبين الأساسيين الذين هما المصادقة والتطبيق لنظام التعليم الثانوي ومؤسسة التعليم الثانوي وزيادة الأجور هذان هما المطلبان الرئيسة ننبه الوزارة إلى أن الطريقة التي تسلكها طريق الخطأ لأن الضغط على المساتذة وتهديدهم وإرجافهم من أجل أن يرجعوا من مطالبة حقوقهم هذه لن تؤدي إلى ذلك على ما هم صامدون ولهم تاريخ عريق في النضال وفي كل يوم يزدادون ثقة بمعيتهم ومضاعا من أجل Soit bien payé, mais qu'on lui